في لبنان أكد بيان مشترك لمنسقة الأمم المتحدة وقائد اليونيفيل بأن المجال لا يزال مفتوحا أمام الجهود الدبلوماسية بغية وقف التصعيد بين إسرائيل وحزب الله. وأضاف البيان أن تبادل إطلاق النار عبر الخط الأزرق لا يزال مستمرا منذ 6 أشهر محدثا خسائر فادحة طالت الجانبين، وهو ما يعد بحسب البيان خرقا لوقف الأعمال العدائية وأخطر انتهاك لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 منذ اعتماده عام 2006. وقال البيان إن التوسع التدريجي في نطاق المواجهات إلى ما وراء الخط الأزرق سيؤدي إلى مزيد من التدهور في الوضع الذي هو أصلا مثير للقلق، مناشدا كل الأطراف وبشكل عاجل لإعادة الالتزام بوقف الأعمال العدائية والاستفادة من جميع السبل تجنبا للمزيد من التصعيد. يأتي ذلك فيما أعلن الجيش الإسرائيلي الاستعداد للانتقال من الدفاع إلى الهجوم في مواجهته مع حزب الله عبر الحدود اللبنانية. وذكر الجيش الإسرائيلي أنه استكمل مرحلة استعدادات قيادة المنطقة الشمالية للحرب، موضحا أن التدابير اللوجستية تسمح بالتجنيد الفوري لقوات الاحتياط عند الطوارئ ووصولها إلى خط الجبهة خلال فترة وجيزة مع كافة المعدات اللازمة للقتال. قادة الوحدات النظامية ووحدات الاحتياط حسب الجيش أصبحوا جاهزين لاستدعاء وتزويد جميع المقاتلين المطلوبين بالمعدات خلال ساعات معدودة فقط، ثم يتم نقلهم إلى خط الجبهة لأداء المهام الدفاعية والهجومية. لمزيد من الإيضاحات من القدس ينضم إلي مدير مكتب الحدث في فلسطين الزميل زياد حلب. زياد مرحبا بك، أهلا بعودتك أولا. وقبل أن ننتقل إلى موضوع ربما ما يجري على الحدود الشمالية مع لبنان، نعرج بك على موضوع الهدنة. أكثر من تصريح متناقض، وبالتالي أسأل هل من قناعة ترسخت عند كل الأطراف في تل أبيب بعقد هذه الهدنة أو هذه الصفقة هذه المرة في ظل التفاؤل الكبير الذي تبديه القاهرة والوسطاء؟ ليس بعد. هناك الكثير من المشاكل التي تعتري هذا الموضوع، أقله في بيئة نتنياهو المباشرة. اليمين الأكثر تشددا سمودريتش وبن غفير غير راضيين عن منح نتنياهو تفويضا موسعا كما قيل للوفد الإسرائيلي الذي عاد على فكرة من القاهرة. رغم ذلك هناك حديث متفائل بحذر في إسرائيل عن إمكان أن يحدث اختراق هذه المرة. حقيقة الأمر بأن ما حدث هو إبداء ليونة من قبل نتنياهو في بعض المواضيع. إسرائيل لم تسحب بالمصادفة القوات من خان يونس، هي تريد أن يفهم ذلك على أنه تلبية جزئية لمطلب حماس بانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة. الأمر الآخر ليونة ما فيما يتعلق بعودة النازحين إلى الشمال في قضية التفتيش، تتراجع إسرائيل عن ذلك. هذا وضع في قالب أمريكي كلا يهاجم نتنياهو من اليمين في إسرائيل. والولايات المتحدة ضغطت على الوسطاء أيضا ليضغطا على حماس في هذا الإطار، ولهذا هناك تفاؤل حذر نقول ربما الفرص هي متناصفة ما بين النجاح والفشل حاليا. وبالتالي هل ستخف وطأة الضغط من اليمين؟ بن غفير لديه تصريح لافت هدد نتنياهو بسحب الثقة منه، يعني محتجا على مسألة الانسحاب وكذلك عقد الصفقة. وكما ذكرت أنت في تقريرك، نتنياهو باق بين مطرقة التظاهرات وسندان اليمين.
هذا صحيح. نتنياهو ذهب إلى هذه المفاوضات تحت وطأة الضغط الأمريكي والشارع الإسرائيلي، هذا الأمر كان واضحا، وهو يخاف في هذا الموضوع من أن ينفرط العقد فيما يتعلق بالائتلاف الحكومي لأمرين. الأمر الأول هو الصفقة وهذا مفهوم، الأمر الثاني هو قضية الحرب على قطاع غزة. بن غفير بشكل واضح يهدد نتنياهو بأنه لن يبقى رئيسا للوزراء إذا لم يقم باجتياح رفح. أيضا سمودريتش قال لنتنياهو عليك أن تعقد اجتماع للحكومة الموسعة للبحث في الانسحاب غير المفهوم من قطاع غزة بدون تحقيق الأهداف. هذا يدل على أن هذه الخطوة عمليا هي مثار خلاف كبير الآن في إسرائيل. لكن الجيش الإسرائيلي من ناحيته منذ شهر طالب بهذا الانسحاب لأنه يعتقد بأنه استنفذ وجوده بهذا الشكل داخل قطاع غزة، ويريد استنساخ ما يحدث في الضفة الغربية المحتلة، بمعنى شن هجمات للاغتيال، الاعتقال، تدمير أنفاق والخروج كما يحدث كل يوم في الضفة الغربية. هذا قد يستغرق 6 أشهر أو سنة. أنتقل معك زيادة للجبهة الشمالية، مسألة لبنان. يعني الجميع كان يتوقع هدوءا إن نجحت حماس وإسرائيل طبعا في توقيع الصفقة كما حدث في نوفمبر في الصفقة الماضية، وبالتالي لماذا هذا التصعيد في هذا التوقيت؟ وماذا نفهم إسرائيليين حينما تقول الانتقال من مربع الدفاع إلى الهجوم؟ عملية برية يعني؟ هذا كي لا يكون هناك هجوم وكي لا تكون هناك حرب، بمعنى إسرائيل المتغير الخطير في المعادلة هو إيران الآن. إسرائيل قلقة من رد انتقامي إيراني، هي تعتقد بأن إيران قد تجازف حتى برد مباشر وليس عبر حزب الله كما يحدث عادة أو من الأراضي السورية، حتى ضربة مباشرة من الأراضي الإيرانية، وإسرائيل سترد على هذه الضربة كما أبلغت الإدارة الأمريكية. لهذا من ناحية التقديرات العسكرية الأمنية الإسرائيلية، هذا بحد ذاته يرفع إمكانات انزلاق الجبهة الشمالية إلى حرب شاملة إقليمية بدرجة كبيرة. لهذا تحسبا لهذا الموضوع تجري مناورات، تجند احتياط، تعلن كل يومين بأنها مستعدة للهجوم وشن هجوم شامل، تدمير وما إلى ذلك، كي لا يقع هذا الهجوم أساسا. نعم. من القدس مدير مكتب الحدث في فلسطين الزميل زياد حلبي، شكرا لك على كل هذه الإفادات والتفاصيل والمعلومات. وفي سياق الهجمات المتبادلة على طرفي الحدود، قتل الجيش الإسرائيلي قائد منطقة حجير في قوة الرضوان التابعة لحزب الله، الذي كان مسؤولا عن عمليات إطلاق القذائف نحو شمال إسرائيل. اغتيال علي أحمد حسين قائد منطقة حجير في قوة الرضوان التابعة لحزب الله جرى عبر غارة إسرائيلية نفذت الليلة الماضية على منطقة سلطانية في جنوب لبنان. يعتبر علي حسين عنصرا مسؤولا وبارزا في حزب الله، ووفقا لبيان الجيش الإسرائيلي فقد قتل عنصران آخران في حزب الله كانا برفقة علي أحمد حسين لدى استهدافه، لكن الحزب الذي نعى حجير اكتفى بالقول إنه عنصر فاعل نافيا أن يكون من قوة الرضوان. اتضررت السوبر ماركت اول شيء من حوالي شهرين، كسر فيها شوي، وهلا عملوا هون حدنا دغري بالمبنى المقابل للسوبر ماركت، عم تضرر الضرار كثير شاسع، وهذا الشيء كمان خلانا نحن ما نجي نقرب لهون لانه تسكرت وخلص، يعني ما بقى فينا نجي لهون، صرنا شهرين مسكرين. من بيروت ينضم إلي سيد نوفل ضو، منسق التجمع من أجل السيادة. مرحبا بك سيد نوفل. يعني بالتصريح الإسرائيلي بالانتقال من الدفاع للهجوم، هل دقت طبول الحرب على الرغم من كل الإشارات التي كانت تحذر وتستبعد؟ هل تنوي إسرائيل بالفعل هجوما أي حربا؟ يعني هل يمكن أن تشمل هجوما بريا مثلا؟ أعتقد أن هذا الاحتمال لا يجب أن يسقط من الحسابات، على الرغم من أن يجري لغاية الآن هو عملية عض أصابع وعملية ضغط نفسي وحرب نفسية قائمة بين حزب الله وبين إسرائيل، ولكن الواضح أن إسرائيل
يعني بعدما أنجزت ما يمكنها إنجازه في غزة ونفذت عمليات واسعة في غزة وحققت البعض من أهدافها في موضوع أضعاف حركة حماس، أصبح من الوارد جدا ومن المحتمل جدا أن تؤدي التطورات إلى إمكان فتح جبهة الجنوب مع حزب الله. أنا أخشى أن الضغوط الأمريكية. كيف يمكن أن تجر تل أبيب حزب الله إلى هذه الحرب؟ من الواضح أنه يتعامل بتوازن، يحاول قدر الإمكان خاصة في رده على عملية اغتيالات قادته، يحاول أن لا ينجر، وهذه رغبة إيران يعني في حرب شاملة. كيف يمكن أن تجره تل أبيب؟ يعني يمكن لإسرائيل بكل بساطة أن تشن هجوما، وبهذه الحالة حزب الله سيكون مضطرا للتعاطي مع أمر واقع اسمه حرب أعلنتها إسرائيل. يعني الغريب أن الجميع يتعاطى مع الموضوع وكأنه العصمة العسكرية والحربية هي بيد حزب الله وإيران فقط، وننسى يعني إسرائيل يعني استعادت زمام المبادرة. الواضح أنه في 7 أكتوبر إسرائيل فقدت زمام المبادرة عندما هاجمت حماس عمق الأراضي الإسرائيلية، ولكن بعد ذلك بعدة أيام أو أسابيع تمكنت إسرائيل من استيعاب الضربة الأولى وعادت إلى أخذ زمام المبادرة، وبالتالي فإنه من يتحكم بالعمليات العسكرية على الأرض هو القرار الإسرائيلي اليوم وليس أي قرار آخر. نعم، وبالتالي السؤال كيف يمكن تجنيب المنطقة هذه الحرب؟ اليونيفيل في بيان قبل قليل قالت أن الجهود الدبلوماسية لا تزال تملك فرصة، هل بالفعل هي كذلك؟ عمليا الجهود الدبلوماسية لم تتوقف. أنا كل ما أخشاه أن يكون الضغط الأمريكي على إسرائيل في موضوع الوضع الإنساني في غزة أن يدفع إسرائيل إلى معالجة آنية للوضع الإنساني في غزة لإرضاء العام الدولي، وفي هذا الوقت فتح جبهة أخرى لإبقاء الأمور العسكرية على حماوتها وفتح جبهة أخرى في لبنان. أيضا هناك الاعتبارات التي تحدثتم عنها وموضوع إمكان الرد الإيراني على إسرائيل نتيجة للغارة على القنصلية الإيرانية في دمشق، أن تدفع من الأمور إلى تدحرج عسكريا على نحو تسعى المساعي المحاولات الدبلوماسية. برأيك وفق قراءتك، هل من الوارد أن تستخدم طهران حزب الله للرد على هذه الغارة أم هذا مستبعد؟ يعني أولا لا أستبعد شيئا، لأنه حزب الله، أنا أعتقد أن حزب الله هو جزء من المنظومة الإيرانية، كما أن حماس جزء من المنظومة الإيرانية، كما أن الحوثيين والمجموعات المسلحة في العراق، كل هذه المنظومة تعمل أنا أعتقد وفقا لأوامر عسكرية واحدة. أما الآن نتيجة للاستهداف المباشر والقول بأنه القنصلية الإيرانية هي مركز دبلوماسي والمركز الدبلوماسي هو أرض إيرانية، هناك كلام واضح عن أن إيران سترد بشكل مباشر. حتى حزب الله يقول بهذا الشكل عن أنه إيران سترد بشكل مباشر، ولكن الموضوع يعني بالنسبة إلى حزب الله وإسرائيل لا يحتاج إلى رد على العملية التي استهدفت القنصلية، هناك مئات العمليات التي تتم كل يوم وحزب الله يتعاطى معها، وبالتالي دخول حزب الله على الخط العسكري للمعركة ليس موضوعا جديدا، حزب الله موجود في هذه المعركة منذ 6 أشهر. في الداخل اللبناني كيف هو التحسب لهكذا سيناريو، أن تقدم إسرائيل بالفعل على حرب شاملة مع حزب الله في ظل ما يعتبره اللبنانيون في الآونة الأخيرة حالة تماهي كبيرة جدا بين الحكومة المكلفة وكذلك حزب الله؟ يعني مؤسف أنه يعني مفهوم الدولة في لبنان غائب تماما، وبالتالي كل ما يحكى عن عمليات التحسب هو يعني مجرد كلام لا أكثر ولا أقل. على صعيد الرأي العام يعني لا حول ولا قوة لهذا الرأي العام، وبالتالي فهو ينتظر تلقي الضربات. بكل أسف الواقع اللبناني غير مؤهل وغير جاهز للتعاطي مع أي حرب عسكرية. شاهدنا الصور قبل قليل، هناك مناطق جنوب لبنان وقرى وبلدات ومدن في جنوب لبنان أصبحت مسواة بالأرض كما هو الواقع في غزة تماما، ومع ذلك لم يتمكن أحد حتى من يعني مجرد تسجيل موقف. كل الأمور هي هيك شكلية في التعاطي، ولا يمكن لأحد بكل أسف في ظل هذه الظروف وهذه المعطيات أن تكون له أي قدرة على التأثير عما يجري في الجنوب في الوقت الحاضر. نعم. حزب يصادر الدولة اللبنانية ويصادر قرار الشعب اللبناني، وبالتالي الموضوع بكل أسف الشعب اللبناني واقع بين مطرقة إسرائيل وسندان. يعني على الرغم من تصريحات إسرائيل بأنها انتقلت في الجبهة الشمالية من خانة الدفاع إلى خانة الهجوم، لكن هل ستؤثر أي هدنة قادمة إن حقق طرفان ذلك في القاهرة، وبالتالي على الأقل تسمح بتهدئة الوضع ولو
مؤقتا؟ حزب الله سيستفيد من أي هدنة ليوقف عملياته ضد إسرائيل. علامة استفهام الكبرى، هل إسرائيل تريد مع وقف العمليات في غزة أن توقف الحرب بشكل كامل أم أن إسرائيل تعتمد على تقسيم الجبهات؟ إذا كان حزب الله يتحدث عن وحدة الجبهات، فهل إسرائيل ستلتزم بوحدة الجبهات أم أنها تعتمد أسلوب تقسيم الجبهات وأخذ هذه الجبهات على حدة الواحدة وراء الأخرى؟ هذه علامات الاستفهام الكبرى. نعم. أنا أخشى تماما أن تنتقل إسرائيل من غزة إلى جنوب لبنان. من بيروت السيد نوفل ضو، مرسق التجمع من أجل السيادة، شكرا لحضورك وعلى كل ما تفضلت به من إفادات.